دكتور نبيه نايمة، رئيسة المركز الصحي الشريفة ورئيسة جمعية حي الشريفة أشاس، ومنظمة لهذا المؤتمر الطبي اللي كيتواجد الآن بفندق فرح كازابلانكا. وهذا المؤتمر كيخص التدريس والدراسة المستمرة والتكوين المستمر للأطباء، أطباء الدار البيضاء بصفة عامة. هذا المؤتمر الطبي المتنوع الاختصاص ويهم بالخصوص الطب العام وثانيا الطب الخاص، ويضم عدة دروس متعددة مع أطباء مختصين مدرسين مشهورين بالدار البيضاء وبالمغرب. هذا المؤتمر كيتناول عدة حصص، من ضمنها أعطيت الأولوية للأمراض التي تخص الطب العام، وهي أمراض المعدية، أمراض الرئتين والصدر، أمراض الروماتيزم، أمراض الجلد، أمراض القلب. وهذا التنوع من الدروس لاحظنا كان اهتمام كبير، وكان استجواب كبير، وكان تبادل الآراء فيما بين الأطباء المدرسين والأطباء الذين يلقون هذه الدروس. هذا المؤتمر الطبي هذا الأول من نوعه لجمعية حي الشريفة، وهذا المؤتمر كنتمنوا باش يكون له صدى كبير ويكون متعدد طيلة السنين المقدمة. ولاحظنا الاهتمام الكبير للأطباء بهذا المؤتمر بنوعية الدروس التي ألقيت، وكانت لها فعالية كبيرة فيما يخص تحسين جودة الخدمات الطبية والرعاية الطبية للمواطن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتورة بفهمان فاطمة، طبيبة عامة في القطاع العام سيكتور بيبليك عين شوق، ديليغاسيون عين شوق. كنحضر اليوم لواحد لو برومي كونغري ديال لاسوسياسيون اشاس اللي لا بريزيدون ديالو هي الدكتور نبي نعيمة. لها الشكر الجزيل على هذه التظاهرة اللي كتفيد فيها الاطباء، وحنا اون بوزوان بزاف لهاد بحال لي فورماسيون، و سي با لا بروميير فورماسيون اللي كنحضروا ليها. الحمد لله زعما كاينين بزاف ديال هاد المبادرات في الوطن ديالنا، بزاف ديال لي زاسوسياسيون ديال لي ميدسان سيرتو جينيراليست اللي كيديروا دي فورماسيون كونتينيو كنستافدوا منهم، خاصه كنعرفوا بان الطب في تطور مستمر، وكاين المستجدات كلها في كل حين وفي كل آنية. ولا ما كانش الطبيب كيحضر المستجدات والما فايق وعايق كما كنقولوا، غادي يكون ديباسي وما غاديش يفيد المواطنين المرضى ديالو، وغيقدر يدير دي فوت ميديكال. وزعما الانتماء مع القسم الطبي اللي درنا كنشوفوا بان من المسؤوليه ديالنا اون بليس اننا نعتنيو بالمرضى ديالنا، واننا خصنا نفورميو راسنا فيما كانت شي تظاهره طبيه بحال هذه ولا على صعيد ديال السيكتور بيبليك، واخا هما قلال دوماج زعما السيكتور بيبليك ما كاينش بزاف ديال لي فورماسيون كونتينيو، ولكن حتى هما تيديروها. وهذا السيكتور هذا السيكتور لابوغاتوار فارماسيوتيك الله يجزيهم بخير حتى هما تيتعاونوا معنا. كنشوف بان شي حاجه بريمورديال الميدسان اللي ما كيواكبش هذه الفورماسيون كونتيني كنشجعوا انه يواكبها، ولا ما كانش كيواكبها راه غادي يفوتوا القطار كما كنقولوا، وغادي يفوتوا ما غاديش يكون سير العصر في الحياه اليوميه ديالنا. ما تنساوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.